عم يعزز امبارح بعت لواء وقبل بيومين بعد مضي اسبوع من رسالة الفرقة 162 عززها كمان بلواء. لا انا بعتقد هو عم يأمن مصر عمليات وسيقوم بتدمير رفح. انا تعبير يجتاح ما بوافق لانه المقاومة المناطق اللي عم يتخلى عم تقتله هو بيقدر يدمر، والتهجير اللي عم يسعى له من منطقة إلى أخرى لإحباط الناس لمحاولة سلخ البيئة هيدي حول المقاومة بطريقة القتل. أنا برأيي لا، هو أمام تصاعد لتطوير العملية العسكرية، خاصة يعني شوف هالتزامن رحيل السيد إبراهيم رئيسي بهذا التوقيت قد يعني تنشغل المنطقة شوي. يعني بدي ارجع فوت بتفاصيله لان هو هيدا الموضوع الاساسي لتداعيات هذا الرحيل على محور المقاومة ككل، ولكن بسؤال اخير عن هذا الموضوع. طيب اليوم كل النظام الدولي عم بيجرب قد ما فيه انه يبين انه هن داعمين اسرائيل، وبنفس الوقت مستحيين يقولوا انه داعمين اسرائيل لكمية هذه الجرائم. قلت قبل قليل بانه تعول على انه النظام العربي كمان يعمل هيك خطوات مثل ماذا تنتظر من النظام العربي؟ ماذا يمكن ان يقوم النظام العربي وما قام فيه؟ يعني شفنا اخر قمة عم يطالبوا بالدولة الفلسطينية، ولكن من يسمع هذا المطلب؟ للأسف القمة العربية الإسلامية، يعني أنت عم تحكي عن 57 دولة لم يستطيعوا فرض وقف إطلاق نار. نعم. مش يعني بس فرض وقف إطلاق نار، إدخال مساعدات. صحيح. يوجد يعني مسافة متر على معبر رفح عاجزوا عن ذلك. النظام العربي الرسمي الآن هو خارج المشهد السياسي في المنطقة بالأقليم وفي العالم. أنا كنت بعتقد يعني او براهن انه القمة 33 اللي حصلت بالبحر انه تكون خطوة متقدمة لمراجعة شاملة عما كان في السنوات الماضية. على الاقل الوحدة العربية بتعيد هذا الدور. يعني للأسف يعني حتى الآن مواقف خجولة، مواقف اقل من يعني تجميد التطبيع يعني على يكفي. هناك استاذ هناك حراك بالجامعات الغربية. نعم. الأمريكية، ولا نشهد يعني يعني التفاف شعبي جماهيري. علما كانت هذه الدماء في غزة يجب أن تعيد إنتاج شارع عربي من جديد، ولكن للأسف استطاعت هذه الأنظمة تدجين شعوبة، وخاصة أدخلت المنطقة فيما عرف بربيع أوباما الربيع العربي بفوضى كبيرة. لا تزال تداعياتها حتى الآن في 4-5 دول الآن ما عندها رئيس. يعني لا تزال تعيش تداعيات الأزمة للأسف، بس ولكن هذا يعطي قوة للقضية الفلسطينية، لأن ما جرى بالسنوات الماضية كان بغية أنه تصفية القضية الفلسطينية. أنا أعتقد الآن مع طوفان الأقصى والتضحيات الكبيرة اللي دفع الشعب الفلسطيني تحديدا في غزة أعاد وأحيا هذه القضية. لن يستطيع العالم بعد اليوم أن يتجاهل هذه القضية. لذلك المواقف اللي عم نشوفها من الجنائية بأن تصدر مذكرات أو الحراك في الجامعة، حقيقة بدأ يتشكل رأي عام جديد، هناك حياء للقضية الفلسطينية من جديد، وهذا كان أولى ببعض الأنظمة العربية أو النظام العربي برمته أن يكون هو الحاضن الأساسي والأول للقضية الفلسطينية. نعم. للأسف هؤلاء أخطأوا مع التاريخ ويدفعون يعني هذا الثمن الآن بخروجهم من المعادلة ومن كل المشهد. شوف في غرب آسيا لم يعد يوجد فيه دولة عربية قوية بمعنى النظام العربي الرسمي. طيب. للأسف. بس حتى أستاذ سمير، يعني هيدي الحراك الشعبي الكبير اللي بالدول الغربية اللي نحن عم نفتقدها بالعالم العربي، ولكن هذا الحراك الشعبي الكبير ما عم بغير بقرارات أنظمة هذه الدول، بالدليل أنه بدك أكثر من لندن عم بيصير فيها حراك شعبي مناهض لكل ما تقوم به إسرائيل وداعم للشعب الفلسطيني. بيطلع من 4-5 أيام كاميرون بيقول أنه نحن بعدنا دعمنا مستمر ورح نمد إسرائيل بالأسلحة، وبالتالي كل هذا الحراك إذا ما قدر يأثر على أنظمته شو نفع؟ على كل حال خلينا نشوفها بالانتخابات، يعني بس يروحوا للانتخابات هو وحزبه، لأنه سنة 68 نعم اللي صار من حراك بالجامعات لم ينهي الحرب الأمريكية على فيتنام. نعم. بس الميدان، بس أيضا
عزل غزة كان بدون هذا الحراك، بدون هذا الرأي العام، نعم. كان هناك في سردية صهيونية تسوقها أمريكا الآن من خلال هذا الحراك، من خلال هذا الصمود، نعم. أنا أعتقد بدأت تتقدم. نعم الطلاب مع أنه هن نخب يفترض أن يكونوا بمجتمعاتهم وهن قوة تغييرية، نعم قد لا يكونوا قادرين على إحداث تغيير جوهري، بس أنا بعتقد شكلوا رأي عام، نعم. وهذا بدأ يعني يلحظ يعني حتى في المحافل الدولية، لم يعد أحد يتجرأ يعني مثلا توقيف شحنة الذخيرة على سبيل المثال، نعم. هي بالشكل يعني هو أقام جسر جوي يومي، هو عطان F-35، نعم. يعني هو يبحث الآن عن توقيف شحنة الذخيرة ورجع مشاها، نعم. مما يعني أن هذا الرأي العام بدأ يكون مؤثر، نعم. فاعل، ربما نتيجة حالة الركون اللي عاشته شعوب المنطقة وشعوب العالم يحتاج إلى وقت أكثر، خاصة شعوب المنطقة العربية ربما حالة التيئيس، حالة التدجين التي مارستها السلطات الأنظمة أدى إلى ما أدى، بس ولكن حالة المزاج العام يعني بالسنوات الماضية كان هناك هدف رئيسي لإخراج القضية الفلسطينية حتى من الوجدان العربي، الوجدان الشعبي، بعتقد الآن حاضرة، وهنا لعبت جبهات الإسناد دورا محوريا بعدم عزل غزة والاستفراد فيها من خلال تشكيل رأي عام، كان هذا بموازاة الإسناد العسكري، ولكن الإسناد السياسي الإعلامي لوجستيا بعتقد أدى إلى بلورة هذا الرأي العام اللي الآن عم نشوفه بدأ مؤثر في المحافل الدولية.